لقي على اخوك عبد السلام. لا بدق على ابوي. يما انت ما تدرين في شلون تضايق لما درش صار بشغلك. بدق عليه. ما قلتي لي ليش صار كبينكم؟ الو هلا يبا. هلا 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 غزلان يبا. هلا فيك يبا. بس نبي احد ينقل مكتب امي من المستوصف يودي البيت. ايه ان شاء الله ان شاء الله. هي شلون هالحين تحاتيها يبا؟ انت واختك خلكم معاها. اي وانت معانا بعد يبا عدل. انور الخدامه يا بثلج. الو يبا انت وينك؟